الحكومة النمساوية تعلق إجراءات اللجوء للسوريين بعد سقوط نظام الأسد. النمسا تدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية لضمان عودة اللاجئين. تسلل عدد من المتطرفين لاحتفالات السوريين في فيينا. الأحزاب النمساوية تلتقي مع الرئيس لمناقشة تطورات تشكيل الحكومة. أحزاب النمسا تعلن عدم زيادة رواتب السياسيين في إطار تقشف حكومي. وصدور أحكام بالسجن على شبان سوريين بتهمة التهديد في مواجهات عرقية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. أعلنت الحكومة النمساوية تعليق جميع إجراءات اللجوء المتعلقة بالسوريين مؤقتا عقب سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا. وأوضحت وزارة الداخلية أنها تلقت 12886 طلبا هذا العام، منها 1146 طلبا للم الشمل مع إعداد برنامج لإعادة اللاجئين إلى سوريا. ووفق البيانات الرسمية يعيش 95180 سوريا في النمسا، حصل أكثر من 87,000 منهم على حق اللجوء أو الحماية المؤقتة منذ عام 2015. هذا ودعا المستشار كارل نيهامر إلى مراجعة الأوضاع، بينما طالب حزب الحرية هربرت كيكل بعودة اللاجئين. من جهتها أكدت القيادة النمساوية أهمية الانتقال السلمي وضمان حقوق الإنسان في سوريا. دعت النمسا إلى حل سياسي للأزمة السورية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مشيرة إلى أن هذا الحل قد يفتح آفاقاً ويسهم في عودة ملايين اللاجئين إلى سوريا. وأكدت وزارة الخارجية النمساوية على ضرورة الانتقال السلمي والمنظم استناداً إلى القرار الأممي. وقال المستشار كارل نيهامر: انتهى أخيراً عهد الرعب في سوريا، مضيفاً أن الشعب السوري يستحق مستقبلاً آمناً ومستقراً، ومن المهم أن تبدأ جميع الأطراف بشكل سريع عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الأقليات، ويجب انتهاء أعمال العنف والتهجير، مؤكداً دعمه لكل السوريين الذين لجأوا إلى النمسا ويرغبون في العودة إلى وطنهم. احتفل عشرات الآلاف من السوريين في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأحد بسقوط نظام بشار الأسد بعد إعلان قوات المعارضة سيطرتها على دمشق، ما أدى إلى فرار الأسد وعائلته إلى موسكو. وشهد شارع الرينغ في فيينا مظاهرة حاشدة رفعت خلالها شعارات الفرح وهتافات وطنية، حيث عبر العديد من المشاركين عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم بعد سنوات من اللجوء. هذا وتعرض رئيس تحرير النمسا ميديا أحمد مراد للاعتداء من قبل متشددين إسلامويين في المظاهرة بعد حثه السوريين على البدء في بناء وطنهم، مما استدعى نقله إلى المستشفى، فيما قام آخرون بتهديد المنظمين للمظاهرة بالسكاكين، ما أدى إلى إلغاء المظاهرة قبل وقتها الفعلي. التقى قادة أحزاب الشعب أو فوبي والاشتراكي والنيوس مع الرئيس الاتحادي ألكسندر فاندربين لاطلاعه على تطورات مفاوضات تشكيل الحكومة. بدأ الاجتماع بزيارة كارل نيهامر صباحا، تبعه أندرياس بابلر وبياتا ماينر رايزنجر. وصرح بابلر أن التوتر المالي يمثل التحدي الأكبر، مشيرا إلى العمل لتحقيق استقرار مستدام، ومن المتوقع تقديم تقرير مرحلي هذا الأسبوع واستمرار المفاوضات حتى يناير. وفقا لتصريح فاندربيلن، أكد ممثل نيوس أن الأجواء إيجابية رغم تعقيد المفاوضات بمشاركة 3 أحزاب، حيث تجري اللقاءات بشكل احترافي دون وضوح للإطار الزمني أو موعد للاتفاق النهائي. قررت أيضا أحزاب أوفوبي وإسبيو ونيوس عدم زيادة رواتب السياسيين الفيدراليين لعام 2025، موسعة ذلك قرار جولة الأجور الصفرية الذي أعلنته سابقا حكومة الشعب والخضر ليشمل نواب البرلمان. ويأتي القرار ضمن مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، حيث تواجه الأحزاب تحديات الميزانية والعجز المالي، وسيتم اعتماد الاتفاق في آخر جلسة برلمانية لهذا العام متجاوزا قيمة التضخم البالغ 4.6%. وأشاد قادة الأحزاب بالقرار، حيث أكدوا
على ضرورة تقديم قدوة في التوفير وإشراك الدولة في التقشف أولاً. أما القرارات على مستوى الولايات فقد تركت لتقدير كل ولاية. أصدرت محكمة فيينا أحكاماً بالسجن على 3 شبان سوريين بتهمة التهديد الخطير على خلفية مواجهة عرقية وقعت الصيف الماضي بين مجموعات شيشانية وسورية في العاصمة فيينا. وشملت الأحكام سجن أحدهم البالغ من العمر 34 عاماً لمدة 9 أشهر غير قابلة للاستئناف، بينما حكم على شابين آخرين يبلغان من العمر 19 عاماً بالسجن 9 أشهر و7 أشهر مع تنفيذ 2 شهر فقط لكل منهما. وجاءت الأحكام بعد اقتحام الشبان السوريين لمقهى في الحي 20 حيث هددوا شاباً شيشانياً بالقتل عقب اشتباكات سابقة. ورغم الأدلة المصورة لم تثبت إصابة الشاب الشيشاني ما أدى إلى تخفيف التهم. وفي قضية منفصلة برأت المحكمة سورياً لعدم كفاية الأدلة. انتهت نشرتنا لهذا اليوم ومشاهدينا لا تنسوا متابعة موقع infograd.com. كنت معكم أنا أدهم اللجي، أطيب الأوقات وإلى اللقاء.